بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، وأنت على كل شيء قدير. نسألك ببركة هذا الشهر الكريم وبحرمة هذه الأيام العشر أن تشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ولا تحرمنا اللهم أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين.